خيانة جوزي من تصرفاته؟ بسم الله ما شاء الله اكيد مش هعرف طبعا، يعني ممكن الاهمال، ممكن ما يتكلمش معايا، في كذب كتير بقى بيتقفش من معاملته. متغيره هعرف وهراقب تليفونه، يتاخر برا، يكذب كتير، خلاص ما بقاش يهتم بيا مثلا، ما بقاش يطمن عليا مثلا او يتكلم معايا زي الاول. بيبقى في روتين معين لو حد عمل غيره بيبان ساعتها اهتمامه، تلاقيه بيختفي كتير، بينزل كتير، ما بيقعدش كتير كده، يعني بيخرج كتير، بيكذب كده، ماسك الموبايل كتير، يعني متجاهلني. هو هيتغير معايا، هيبان عليه.